محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يثبت الإيمان وبها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله تكرارها ما أحلاه ما أبهاه ما أعلاه تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله ذاكرها لا يشقى لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله يا حسنك الحصين هي درعك المتين اذكر رب العالمين لا إله إلا الله بها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله بها تمحى السيئات بها تنمو الحسنات بها تهل الخيرات لا إله إلا الله فيها للسقيم دواء فيها للضعيف قوى هي كلمة التقوى لا إله إلا الله هي شفاء الصدور هي نور على نور اذكر ربك الغفور لا إله إلا الله هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي ألما لا إله إلا الله هي شفاء العلل فيها إصلاح الخلل فاذكر لا تخشى الملل لا إله إلا الله لازموها يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لازمها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله نوروا بها القلوب نحصوا فيها الذنوب إن عظيم المطلوب لا إله إلا الله يا الرحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى وعلى الأذكار أجرا لا إله إلا الله لا تغفل عنها ولا تترك تنزيه المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله حافظوا على الأوقات داوموا على الطاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله لقارئها الإقرار برسالة المختار صلى الله عليه وسلم من حبنا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم يغني لا إله إلا الله لا إله إلا الله